بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يمكن في البداية بحب أن أنا أشكر كل القائمين على هذا الحفل، الإدارة التنفيذية للنادي بكل اللي عاملين فيها ومجهودهم الكبير. أن الحفلة ديت اتكررت، القرار فيها كان أول امبارح بس، يعني من 48 ساعة. أن يحصل كل هذا الأمر في 48 ساعة فده شيء الحقيقة مذهل، وشيء لازم أن احنا نقف عنده ونشكر الإدارة التنفيذية، كمان القائمين على الحفل من إخراج الأستاذ هشام جمال والأستاذ حازم هلال، كل الناس اللي ساهموا بجدية في إخراج هذا المشهد. كمان النشاط الرياضي بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر والسادة الكباتن مديرين فنيين، ويمكن عملوا حاجة بتقول برضو للنادي الأهلي إن هم النهاردة ده يوم اللاعبين، فهم اللي قالوا كل اللاعبين بس اللي يكون موجودين، حتى الأجهزة الفنية اللي هي ليها دور كبير جدا مش موجودين على المسرح، الموجود النهاردة اللاعبين. عشان كده بشكر النشاط الرياضي بكل أجهزته وبكل إدارته. كمان في مشهد شايفه من ولادنا، ولاد النادي الأهلي وشباب النادي الأهلي اللي هم منظمين الدخول والخروج، وكل اللي انتوا شايفينه ده ليهم دور في تنظيمه مع وليد مبروك ومع كل يعني الأساتذة والكباتن الموجودين. الحقيقة عملوا برضو في 48 ساعة ان هم ازاي يطلعوا حاجة تليق باسم النادي الأهلي. الشباب ده هم ده الشباب اللي ان شاء الله هيكون موجود في قيادات النادي الأهلي بعد كده، ولازم من دلوقتي بيتعودوا ان هم يشاركوا في تنظيم مثل هذه الأمور، سواء مباريات أو حفلات، علشان نخلق من خلالهم كوادر بإذن الله قادرة على إكمال المسيرة في النادي الأهلي. الأبطال بقى، أبطالنا الحقيقة النهاردة هو يومهم، اليوم اللي احنا المفروض بنكرم فيه كل المراكز الأولى، اللي بيحصل على المركز الأول. النادي الأهلي يا جماعة ما بيفرحش إذا كان في أي مركز تاني، المركز الأول بس هو اللي فرح النادي الأهلي بجمهوره. عشان كده احنا النهاردة مع كل أبطالنا سواء من الناشئين حتى الفريق الأول، كلهم يعني بيتمتعوا بهذا الحس مركز الأول. ولكن كمان لأن أعتقد ده هو المكان الطبيعي للنادي الأهلي ولازم كلنا نحافظ عليه بإذن الله، لكن عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا. تخيلوا كم بطولة السنة دي اتحققت، كم بطولة النادي الأهلي بكل ألعابه فردية وجماعية، لاعبين ولاعبات، اتحققوا كم بطولة؟ 296 بطولة. ده رقم فلكي، رقم عجيب، يعني الحمد لله رب العالمين. عشان كده احنا بنقول الحفلة دي مهمة. 700 لاعب في النادي الأهلي حقق هذا الرقم، 296 بطولة ما بين فردية وما بين جماعية. طبعا يمكن بحيي كل أبطالنا وعايز كلنا نشاركهم في التحية، لتحية كل أبطالنا اللي على المسرح، مش بس بقى اللي على المسرح، كمان اللي موجودين دولت، هم دولت يعني بيمثلوا كل أبطالنا التانيين. عشان كده أنا عايز الكاميرات اللي موجودة تروح للمدرج ده وتشوف الناشئين بتوعنا اللي موجودين، كل الناشئين دولت هم المستقبل، هم المستقبل، هم الأمل، وانتوا يا شباب اللي هتكونوا موجودين هنا قريب جدا ان شاء الله بمجهودكم وبإخلاصكم هتكونوا واقفين بإذن الله مكان زمايلكم دولت عشان تكملوا المسيرة بإذن الله. عايز اقول حاجة مهمة، من 1907 لغاية النهاردة ليه كم البطولات ده في كل الألعاب، مش معنى النادي الأهلي، النادي الأهلي في كل حاجة الحمد لله رب العالمين بشكل جبالي بشكل جماعي. من 1907 لغاية النهاردة كل مجالس إدارات تغيرت، وكل إداريين اتغيروا، وكل المدربين اتغيرت، وكل اللاعبين اتغيرت، كله اتغير، حتى الكرة اتغيرت، كرة شكل الكرة يعني، حتى طرق اللعب اتغيرت، حتى طرق التدريب اتغيرت. اشمعنى النادي الأهلي؟ محدش فينا فكر ليه الأهلي؟
الأهلي من 1907 لغاية النهاردة بيحافظ على شخصية البطل. شخصية البطل دي مش من فراغ، شخصية البطل دي هي المستمرة، هو ده الشيء المستمر. شخصية البطل النهاردة أن يكون عنده عزيمة، عنده إصرار، عنده طموح أن يكون دايما نمرة واحد، عنده شيء مهم جدا يتحمل الضغوط. اللي بيلعب في النادي الأهلي أيا كان، واللي بيمثل النادي الأهلي كمدرب أو كلاعب أو كإداري أو كعضو مجلس إدارة، بيمثل قلعة حمراء، بيمثل روح الفانلة الحمراء. التيشيرت دي ليها معنى، عشان كده شخصية البطل لازم تكون موجودة في الكل عشان النادي الأهلي يستمر. وأملنا كبير جدا بإذن الله كلنا نتمتع بالشخصية دي عشان النادي الأهلي بإذن الله يكون دايما في المقدمة إن شاء الله. لازم أشكر ناس الحقيقة إحنا مش حاسين بيهم، أولياء الأمور، الأب والأم. إزاي هنشكرهم؟ لأن الحقيقة كل واحد في شبابنا، كل واحد في الوافين حضراتكم، أبطالنا الوافين النهاردة عشان التكريم، كل واحد فيهم وراء أب وأم. الحقيقة دورهم كبير جدا جدا. إحنا لو بإيدينا كنا ندي الميدالية الذهب دي ندي للأب والأم، اللي هم ليهم دور كبير جدا جدا في صناعة البطل. شخصية البطل ليهم دور كبير جدا في هذا الأمر. الحقيقة دور الأم، دور العظيم ده أو الأم العظيمة دي، إزاي بتقدر هي توفق ما بين تربية ولادها، ما بين شغلها، ما بين جوزها، إزاي توفق بين كل ده؟ ده أكيد يعني شيء عظيم لازم نفكر فيه. قد كده بيتتعب الأب الكادح ليل ونهار عشان يوفر معيشة طيبة لأولاده، عشان يوفر احتياجات أولاده. يا جماعة دي كلها أمور يجب أن احنا نقف عندها كتير، لأن هي دي شخصية الأبطال. عايز أقول لكم حاجة أنا شفتها هنا في النادي الأهلي. جيت في يوم كده أنا مش عارف أنام، المهم روحت النادي الأهلي الساعة 6:30 الصبح، 6:30 صباحا داخل، طبعا مفيش ولا واحد موجود في النادي. روحت على حمام السباحة لأن عارف أنه في تدريب بدري جدا، وأنا داخل الحمام السباحة طالع فوق لقيت أم نازلة شايلة طفل، شايلة طفل على كتفها وماسكة بنتها ونازلة بيها من حمام السباحة. خلصت التدريب، يعني واحدة صحية كام دي عشان تتمرن الساعة 5، صحيت امتى عشان تيجي تشيل ولد نايم على كتفها، طفل نايم وبنتها واخدها في ايديها وراح عشان تتمرن. ايه دي؟ ايه الام دي؟ ايه ده؟ ازاي انا وقفت افكر كده بص على المنظر ده، ايه القدرات دي؟ ما القدرات دي تعمل بطل. القدرات دي عشان كده انا بقول ان الام والاب هما دولت الحقيقة اللي يحتاجوا منا تحية كبيرة جدا 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 لو سمحت. برضو في يوم زي دوت مش نقدر ننسى ابدا شكر لبعض الناس، اهمهم واولهم الحقيقه جمهورنا، جمهور النادي الاهلي اللي هو من 1907 لغايه النهارده. الجمهور ده حمايه، جمهور النادي الاهلي العظيم جدا اللي بيقف ورا فرقته في كل وقت، مش بس فرقه كوره ولا باسكت. النهارده بشوف انا في ملاعب الباسكت والطايره والهاندبول واليد، حتى في العاب الماء والالعاب الفرديه، الجمهور ده ازاي بيدفع الاولاد دولت انهم يحققوا بطوله باسم الاهلي. فالجمهور ده الحقيقه له منا كل التقدير وكل الشكر. عايز كمان الحقيقه بهني زمايلي في اعضاء مجلس الاداره، لان اعضاء مجلس الاداره كل واحد فيهم في كان لينا كده زي متفقين على اسس معينه، محدش فيهم بيظهر في الاعلام، محدش بيقعد ينسب لنفسه حاجه، كلهم بيشتغلوا لصالح النادي الاهلي بس. علشان كده انا بشكرهم جدا لانهم قدامهم لسه مهمه ثقيله جدا، كل واحد فيهم له كيانه وكمان بيفضل النادي الاهلي واسم الاهلي على نفسه وعلى شخصيته، فانا بشكرهم جدا وبهنيهم على اليوم ده. كمان مش هنسى ابدا ان احنا نهني المجلس السابق بقياده المهندس محمود طاهر لانهم شركاء معانا في هذه البطولات في هذه السنه اللي فاتت. يا جماعة هي دي، هو ده النادي الأهلي. لما يكون جمهور بأب وأم بناشئين وأبطال كبار بمجلس إدارة، مجالس إدارات متعددة، هي دي السلسلة اللي أنا بقصدها دايما، السلسلة الذهبية للنادي الأهلي اللي هي مش متوفرة في أماكن كتير. كلنا اشتغلنا عشان يوم زي دوت، والحمد لله ربنا كرم الجميع
بيوم اعتقد من الايام الجميله في تاريخنا يعني. وعايز اقول حاجه اضيف فيها برضو حاجه نهائيه وحاجه اخيره، اللي احنا فيه ده النهارده بالكم اللي انا شايفه ده النهارده، كم الابطال دولت، هل موجود في حته في مصر او في الوطن العربي او في افريقيا؟ مش موجود الا في النادي الاهلي. عشان كده ده هو ده الناديكو يا جماعه. الكلام ده جميل، اللي انا قلته ده كلام جميل وكلام كله فرحه، لكن انا عارف ومتاكد بعد ما يطفي النور النهارده ده بقى تاريخ. البطولات دي اللي انتوا حققتوها بقت بطولات دي في التاريخ، خلاص هتبقى ورانا. البطولات دي بقت في التاريخ، القادم القادم ازاي نحققه وازاي بشخصيه البطل نحققه. عشان كده مجرد ما يخلص النهارده اليوم ده عندكم تحديات كبيرة جدا جدا، كل اللعبات تحديات كبيرة جدا، انك تحافظ على مستقبل شخصية النادي الاهلي اللي هي شخصية البطل، اللي هي محتاجين من حضرتك ان انت كلنا نتكاتف علشان بإذن الله اللي جاي هيكون افضل ان شاء الله. انسى هدفنا دايما اللي جاي واللي سابق، هدفنا دايما المركز الاول. في بقى حاجة بختم بيها وهي النجمة الرابعة. النجمة الرابعة لكرة القدم، أحكي لكم أنا حكاية من سنة 48. 48 دي أول بطولة دوري عام في مصر. قبليها كان في كاس سلطان حسين وكمان دوري القاهرة. النادي الأهلي هو أكتر واحد خد بطولات في سواء في الكاس أو في دوري القاهرة. ثم من 48 لغاية يومنا هذا أكتر نادي حقق بطولات دوري عام، لو كان مع الدوري العام بس أكتر نادي حقق بطولات 40 بطولة دوري عام. ده حدث كنا لازم نقف عنده يا جماعة، ما بيتحصلش في العالم إلا قليل جدا جدا. فالنهاردة جيل 48، من 48 لغاية حقق حوالي 11 بطولة، وبعدين جيل شرفت إن أنا أكون موجود معاه حققنا حوالي 10 بطولات، الجيل اللي بعدينا حقق حوالي 10، يعني كلنا بنكمل. الجيل الاولاني ضاف نجمه، كانت نجمه واحده. الجيل الثاني ضاف نجمتين، كل 10 بطولات بنجمه. الجيل الثالث ضاف 3 نجوم. والنهارده الجيل بتاعنا اللي موجود ده كل التقدير ليه ولزمايله اللي اعتزلوا وما لحقوش هذا الحفل، كلهم كل واحد فيهم له كل التقدير لانهم حافظوا على شخصيه البطل وحافظوا على قيمه النادي الاهلي وضافوا النجمة الرابعة. الحقيقة يمكن في النهاية أو بختم ده بأن أنا بنعلن النهاردة أو بعلن النهاردة أن شعار النادي الأهلي اللي هو على لفريق الكورة من النهاردة هيتحط عليه النجمة الرابعة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. الأهلي اسمي في القلوب بحروف دهب، الأهلي هو
ناس كتيرة هتلاقيها عالحيطان تحكي عن الروح اللي هو سرها ريحة بلدها تشمها هنا في المكان الأهل فيها في حلوها وفي مرها كل شيء